بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يتأكد عمله في رمضان صلاة التراويح، صلاة التهجد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح لأصحابه ليالي، ثم تخلف عنهم الليلة الثالثة أو الرابعة، وبين لهم أنهم إنما تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم. فلما كان الصحابة في عهد أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم صلوا التراويح جماعة في المسجد، صلوا التراويح جماعة في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكنه كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما رأوا أن هذا يشق على المأمومين خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات، فصلوها 23 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور المهاجرين والأنصار، استقرت صلاة التراويح 23 ركعة. هذا لمن يخفف الصلاة، خصوصا الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالصحابة خففوا من أجل مراعاة المأمومين، جعلوها 23 ركعة، استقر الأمر على هذا. يعني إذا أما الناس الإمام لا يزيد على هذا العدد، على 23 ركعة، ولا يثقل على الناس، لكن إذا صلى وحده أو مع أناس يرغبون التطويل فإنه لا يزيد على 11 أو 13 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والأمر واسع في هذا. والتراويح تفعل في أول الليل بعد صلاة العشاء وراتبتها، وأما التهجد فإنه يكون في آخر الليل ويكون في العشر الأواخر من رمضان ختاما للشهر، فيصلون ما تيسر. وإذا قسموا الصلاة عدد الركعات بين التراويح وبين التهجد، يصلون التراويح مثلا 11 ركعة ويصلون التهجد بقية الركعات ويثقلونها ويزيدون فيها قيام الركوع والسجود، فذلك أفضل. والتراويح تكون في أول الليل، التهجد يكون في آخر الليل ويكون في العشر الأواخر، هذا بالنسبة لرمضان. أما التهجد في للأفراد فالأمر في هذا واسع، ويحافظ المسلمون على صلاة التراويح في رمضان لأنها شعيرة ظاهرة تفعل جماعة في المساجد، شعيرة ظاهرة يحافظ عليها، وهي آكد أنواع التهجد. صلاة التراويح في رمضان آكد أنواع التهجد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. لما كان بعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة داوموا على هذه السنة، خففوها وزادوها إلى 23 ركعة.
فإذا جاء آخر الشهر دخلت العشر الأواخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التهجد في آخر الليل، هكذا المسلمون يحافظون على هذه السنة ولا يضيعونها بالكسل والغفلة، أو من يقول هذه ليست فريضة هذه نافلة ويتركها، هي نافلة لكن هي سنة مؤكدة من أكد السنن، أكد السنن التراويح ثم الوتر، فعلى المسلم أنه يحافظ عليها مع الإمام. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولذلك تفعل في المساجد لأنها شعيرة ظاهرة، فلا بد من إقامتها في المساجد، لا تعطل المساجد من صلاة التراويح، كل يقول أنا أصلي في بيتي، لا، هذا خلاف السنة، الناس يصلونها جميعا خلف إمام واحد. أما التهجد في غير رمضان فالإنسان يصلي وحده، وإذا اتفق أنه صلى مع جماعة بعض الأحيان فلا بأس، من غير ترتيب ومداومة على ذلك. فصلاة التراويح شعيرة ظاهرة وتكون مع الإمام حتى ينصرف، وتكون بنية صالحة، وتكون في جميع ليالي الشهر، يصلي التراويح بعض الليالي ويتركها في البعض الآخر، إنه يخسر الأجر والثواب في هذا العمل. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.